ومرحبا شباب، مع نشوان ضمن تغطية فعاليات البطولة الكروية ويلدن وان سيتي. نغطي لكم اليوم مباراة المنتخب الليبي أو الفريق الليبي ضد فريق البرازيل. طبعا المباراة اليوم حتكون قوية جدا، خاصة أنه الفريق الليبي تعادل مع فريق جامايكا، وفريق جامايكا منتخب قوي جدا، قبل شوي فاز على بنغلاديش 4-1. البرازيل كمان فازوا على بنغلاديش، مش متأكد من النتيجة صراحة، لكن كمان بنغلاديش قدم مستوى جيد، أعتقد أنه خارج البطولة الآن. لكن اليوم خلنا نتابع الفريق الليبي ونشوف إيش حيقدم، نتمنى له التوفيق طبعا في مشواره الكروي هذا، وحنكون مشجعين له دائما نحن. خليكم معنا وتابعونا وتابعوا المقطع، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وعملنا لايك، ويلا وراي. معنا هنا الأخ مالك المدير الفني للفريق الليبي. أخ مالك، إيش استعداداتكم للمباراة اليوم؟ أهلا وسهلا، والله بعد تعادل إن شاء الله في مباراة جامايكا نلعب اليوم فريق البرازيلي، وبإذن الله الفوز ولا شيء غير الفوز، باش نضمن إن شاء الله تأهل المباراة للأدوار الجاية، وإن شاء الله الفوز على الفريق البرازيلي اليوم، والفوز إن شاء الله مباراة بنغلاديش المباراة اللي بعدها إن شاء الله. ممتاز جدا، أعتقد الفريق البنغلاديش حيكون سهل عليكم بما أنكم تعادلتوا مع الفريق الجامايكي، وفريق جامايكا فاز مع على بنغلاديش 4-1. يعني والله ما تقدرش تقول فريق سهل وفريق صعب، هذه كوره في النهايه، فنحن محضرين باذن الله زي فريق برازيلي زي فريق الجامايكي زي فريق بنغلاديش، نشوف فيهم زي بعض، فهمت؟ فاهم شيء، نفوز ان شاء الله. ممتاز جدا، يعني عاملين خطه مجهزين الامور، يعني ان شاء الله جاهزين ان شاء الله باذن الله. خلاص نتمنى لكم التوفيق وتشرفونا ان شاء الله اليوم. اخوي نشوان بارك الله فيك على الدعم. شكرا حبيبي، مشكور اخوي حبيبي. اللعبه تبدا قدامكم، فهمتني؟ فانتم ان شاء الله قصدي ما تخلوش الكوره توصل للدفاع طول، انتم اللي شادينها قبل الدفاع، فهمتني؟ ما نبيش قصدي زي على احتراف مصر المباراه اللي فاتت في لقطه الجول ورا الكوره مؤخرا. يا ناس ما نبيش ديما ورا الكوره، فهمتني؟ دقائق الاولى يا صاحبي بس دقائق الاولى التركيز، نفس التركيز. عاد الله نلعبوا جامايكا، عاد الله نلعبوا اللي مش عارف نيجيريا. يا بلادي يا بلادي في جهادي وجلادي، ادفعي كيد الاعادي والعواني، واسلمي اسلمي 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 طول المدى، اننا نحن الفداء. ليبيا 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 يا بلادي انت ميراد الجدود. Céu da pátria nesse instante, seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes, retrocedendo com a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, a pátria amada. Come on, 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 come on
هدف أول للفريق الليبي، هدف جميل، إن شاء الله تكون أهداف أكثر ويفوزوا في المباراة. انتهى الشوط الأول 1-0 صالح الفريق الليبي. طبعا شفنا بلنتي ضد الفريق الليبي، لكن الحمد لله الحارس كان ممتاز جدا، نعتقد إلى الآن هو نجم الشوط الأول، حارس الفريق الليبي كان حارس ممتاز، أنقذ فرصتين يعني محققتين لتحقيق هدف. الآن الفريق الليبي في الخلفية الآن يجتمعوا الآن ونشوف إيش اللي قاعدين يخططوا، إيش قاعدين بعض الإرشادات بعض التوجيهات لتحقيق للحفاظ على الهدف الأول أو لتحقيق هدف آخر. أتمنى نحقق هدف آخر لأنه الفريق البرازيلي شاد حيله وعاوز يتأهل للمرحلة القادمة. Aqui, ó. 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 A
انتهت المباراة بين الفريق الليبي والفريق البرازيلي بالتعادل واحد لكلا الفريقين. خلينا نعمل مقابلة مع بعض اللاعبين والجهاز الفني للفريق الليبي ونشوف ايش ممكن يكلمونا على المباراة. معنا الاخ عبد المنعم والاخ الحارس حمزة، اعتقد انه نجم المباراة اليوم. اخ عبد المنعم كجهاز الفني للفريق، ايش كلمنا على المباراة، ايش رايك فيها اليوم؟ والله المباراة بصراحة يعني كنا داخلين وامننا ان نرجع بثلاث نقاط، بس زي ما تشوف يعني كل مباراة وظروف. احنا المباراة الاولى لعبناها مباراة حلوة قدام جامايكا، كان مستوانا ما شاء الله. مباراة دي ردوا الجماعة على اكمل وجه، لكن البرازيل واضح انهم في المباراة الاولى كانوا رغم انهم فازوا، يعني هم كانوا متصدرين، ولكن كانت مباراتهم المباراة الاولى ضد بنغلاديش مش هذاك الاداء، فكنا متوقعين بصراحة ان نكون يعني نفوز في المباراة بالراحة، يعني هذا فرق هدفين ولا شيء، بس هذه ظروف كرة القدم. الحمد لله في الاخير احنا ما خسرناش، ما زال عندنا نقطتين في المجموعة، ما زال عندنا مباراة أخيرة قدام بنغلاديش، إن شاء الله ما فيش حل إلا الفوز، وبإذن الله بإذن الله يعني بالتوفيق إن شاء الله. تتوقع إنه مثلا البرازيل دخلت باسم البرازيل كنجوم كرة القدم في العالم ودخلوا بهذا الاسم يعني؟ والله هم من جهتين، هم من جهتهم هم دخلوا على اسم البرازيل، وحتى لاعبين أنا حسيتهم إنه برازيل، ويعني كان في يعني أوكي نلعبوا البرازيل، بس بصراحة مستوانا مستوى لاعبيننا وقدراتهم كانت تحسن من البرازيل، بس كما قلت لك يعني هذه كرة القدم، كل مباراة وما تنساش كل فريق، يعني الفريق اللي شفناه في المباراة الأولى البرازيل وقريناه كان مختلف على الفريق على المباراة الثانية، يعني تحس إنه منسجم ودخلوا في البطولة أكثر، وإن شاء الله زي ما قلت لك ما زال عندنا أمل، يعني إحنا في الأخير بكل تعادلنا ما خسرناش، إن شاء الله المباراة الأخيرة بإذن الله نفوز ونحقق ثلاث نقاط ونصعد إن شاء الله. طيب الحارس، طيب إن شاء الله حارس المرمى، طيب كيف شفت المباراة اليوم أنت بتقييمك للمباراة كيف؟ تقييم المباراة كان أداء منتخبنا منتخب الجالية الليبية أداء معقول، ينقص بعض اللاعبين، ينقصنا بعض اللاعبين في فريقنا من اللاعبين الأساسيين، زوز لاعبين مجوش. أداء البرازيل كان أداء فوق الجيد جدا، لعبنا مباراة كويسة، حاولنا أن احنا نفوز بالمباراة ونهدي الفوز لجاليتنا الليبية ونحاول نقدم أحسن صورة إن شاء الله في المباراة القادمة. اللاعبين قدموا اللي يقدروا عليه وحاولوا ان هم يعطوا ثلاثة نقاط، ان احنا نربح ثلاثة نقاط، كان خصم مش سهل، اسم البرازيل يعطي هيبة لبعض الرياضيين، فكان اداء جيد من منتخب البرازيلي واداء جيد من منتخب الليبي.
نشكر كل الرياضيين اللي حاولوا يقدموا أكثر ما يمكن في فوز هذه المباراة. الحمد لله إن شاء الله المباراة القادمة نكونوا في أداء أفضل وأحسن، نكونوا في أداء تكتيكي وتكنيكي أفضل، خش المباراة الفوز، لأن ما عندناش خيار إلا خيار واحد هو الفوز. خلاص ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق في المباراه القادمه شباب، يعني الفريق اليمني بكره ان شاء الله جاي تشجعوه، اكيد لازم تكونوا موجودين ان شاء الله. المباراه الاولى والمباراه الثانيه ان شاء الله بكره مباراه صعبه اليمنيين مع الانجليز، صعبه ان شاء الله، ان شاء الله يتوفق. نتمنى لكم التوفيق مره ثانيه، ونتمنى نشوفكم في الدور القادم ان شاء الله، ان شاء الله احنا واليمن ان شاء الله اللي ملاها المباراه النهائيه ان شاء الله. تحياتي لكم، شكرا جزيلا شباب. طيب يا شباب، شفتوا كلام المدير الفني للمنتخب للفريق الليبي وفريق الجاليه الليبيه في مدينه ليفربول، والحارس وحارس المرمى طبعا منتخب البرازيل. منتخب اول ما تقول انت منتخب برازيل او فريق برازيل يعني تتوقع النجوم بصفوه نجوم العالم في كره القدم، لكن شفنا الفريق الليبي اليوم قدم مستوى ممتاز جدا، كان اعتقد هو افضل في الملعب عن المنتخب البرازيلي. هدفوا الجول الاول، لكن للاسف كمان اجى الجول في يعني وقت صعب جدا، لكن استمر الهجوم، استمر اللعب بشكل كويس بالنسبة للمنتخب الليبي. لم يوفق في الفوز هذه المرة، لكن تعادل، عنده الآن تعادلين، معاه الآن مباراة مع فريق البنغالي. الفريق البنغالي كمان قدم مستوى كويس وخسر مبارتين، ما عندوش أي فرصة للفوز. يمكن الفوز عليه من المنتخب يصعد الفريق الليبي إلى الدور القادم إن شاء الله. نتمنى لهم التوفيق، وبكرة لا تنسوا بكرة معانا مباراة الفريق اليمني، فنتمنى لهم كمان الفوز مع ضد الفريق الإنجليزي، معهم فوز واحد ضد إيران، وإن شاء الله نفوز على الإنجليز. وتابعونا في المقطع القادم، تحياتي.